معانا النهارده في حلقه خاصه اسطوره من اساطير فريق الماسترز او فريق الاول للكره الطايره رجال الكابتن كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عبدالله الله عبد السلام الشهير ببالا يعني كابتن عبدالله طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وخليني اقول لحضرتك في البدايه رمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيب وانت طيب يا ربنا يبارك لك و مرسي جدا على الترحيب دوت وبقول لك وانت طيبه ورمضان كريم علينا جميعا باذن الله. كان قلت لك في الاول بقى الشهير ببالا تمام اسم غريب شويه عايزين نعرف ايه سبب التسميه دي او السبب في الاسم ده يا كابتن؟ لا هو طبعا الاسم ده من مثلا من 17 سنه ايام ما كنت في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب اللي طلع علي كابتن شريف الشميري طبعا اخ كبير واخ عز عليا ويعتبر اب روحي بالنسبه لي انا والجيل بتاعي هو اسم عبد الله اختصره باسم بلا ف خلاص الاسم ثبت من ساعتها والناس ماشيه بيه على طول زمان او في بدايتك كنت بتلعب كره قدم تمام وكنت بتلعب في مركز ايه ومين السبب في ان انت تحول من كره قدم لكره طايره تمام دي قصه كبيره طبعا انا اصلا انت عارفه اي طفل او اي شاب او اي ناشئ بيحب يبتدي طبعا الرياضه بيحب يبتدي كره القدم انا كنت الحمد لله من الناس المميزه في في الكوره كنت العب طبعا مع مدرسه مع اصحابي وبلعب في الجامعه ف وانا صغير يعني الحمد لله رب يعني العالمين كان صحابي كلهم يقولوا لي جرب اختبارات النادي الاهلي جرب اختبارات نادي المقاولين جرب, اختبارات اي نادي تاني فقلت لهم خلاص ماشي اوكي رحت الاختبارات النادي الاهلي بالصدفه كده طبعا مش متوقع الدنيا هتوصل زي اللي انا وصلت فيه دوت رحت الاختبارات طبعا قطعت التيكت بتاع الاختبار ورحت اول اختبار ربنا كرمني فيه نجحت تاني اختبار كان مسكني فيه كابتن شطه الاختبار ده جبت فيه جنين ولعبت بشكل كويس جدا وانا في جوه الاختبار عمال يسالني تاريخ ميلادك اسمك ساكن فين رقم تليفونك فقلت خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمني و... وراح لي الاختبار الثالث هم كان ثلاث اختبارات وبعد كده بعد ما تعدي الاختبار الثالث بيجمع الناس وبعد كده بيختار احسن ناس موجوده في ال... في الاختبارات يعني كلها أول اختبارين الثاني اللي كان بيسالني فيه كابتن شطه دوت اللي انا خلاص يعني اوكي هعدي فيه فطبعا كان غير متوقع خالص لقيته بيسالني على حاجه ثانيه خالص يعني اسالني على كل الاسئله ديت انا بيني وبين نفسي يعني خلاص خلصت الاختبار قلت ربنا كرمني خلاص عديت الثاني وطبعا بعد ما خلصت الاختبار لقيته بيكلمني قال لي انت مش هتلعب كوره في مدرب طايره الله يرحمه يحسن إليه كابتن احمد رجب آه هو اللي كان واقف مستنيني بره قال لي فيه مدرب طائرة طائرة في مدرب طايره وعايزك تلعب مع معايا طايره في النادي الاهلي طبعا روحت زعلان البيت قعدت اتكلم مع والدي والدي الله يرحمه يعني رحمه الله عليه اهلاوي جدا وبيحب الاهلي يعني بدرجه لا تتخيليها فقال لي ايه رايك يعني انت حابب ايه انا قلت له نفسي اخش النادي الاهلي كان يعني بشوف طبعا الاهلي بس في ماتشات الكوره بيلعبوا في الاستاد م. حاجات زمان ايام كانوا بيلعبوا في الاستاد مختار التتش فكان كان نفسي اروح اشوف النادي الاهلي طبعا شايفه جنب البرج و... فقلت اروح اشوف ومنها اجرب يعني ربنا كرم الموضوع مشي كويس اوكي ما مشيش خلاص يعني انا وحظي يعني اجرب في نادي تاني غير آلي كوره الحمد لله رب جيت من اول يوم كان صدفه برضو غريبه لاول واحد دخلني اوضه اللبس كان احمد صلاح احمد صلاح طبعا احمد صلاح طبعا اخواته الكبار كابتن هشام وكابتن ياسر وكابتن محمد صلاح طبعا هم من زمان في التاريخ في الفولي في النادي الاهلي فاحمد كان هو صغير ابتدى فولي وعنده سبع سنين او ست سنين فاحمد يعتبر مولود في النادي فاول لما جيت طبعا كابتن احمد كان اداني معاد التمرين قالت على الساعه 8 بالليل وشوف الاخبار ايه عجبك الوضع عجبك ما عجبكش مفيش مشاكل اول ما دخلت سلمت عليه طبعا راح نادي احمد صلاح قال له لو سمحت يا احمد روح ودي اوضه اللبس فطبعا كان احمد صلاح اول واحد وداني اوضه اللبس خلاص دخلت الحمد لله رب العالمين اول يوم يعني انا حابب اصلا النادي وحابب القصه خالص فابتديت الحمد لله رب العالمين يعني اول يوم فقعدت اول اسبوع بعد اول شهر ابتديت احب اللعبه الحمد لله رب العالمين يعني ربنا كرمني بيها ودخلت منتخب والنادي الحمد لله كملت فيه واحترفت طبعا وصلت يعني لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر بدرجه الواحد ما كانش متخيلها الحمد لله. <applause>